فعرفت ان انا مش ببيع موبايلات، انا ببيع ذكريات للناس، مش ببيع تليفون، ببيع ذكرى جميلة لكل واحد ليه تليفون من التليفونات دي استخدمها. انا من زمان جدا وانا بحب التليفونات دي اصلا، يعني اشتغلت فيها زمان، اشتغلت فيها كحب عشان انا عايز اعرف ايه اللي فيها، واخد بال حضرتك؟ ف بصيت لقيت نفسي بقى هويتها بطريقه ملهاش حل، بقت بالنسبه لي حاجه غاليه جدا عندي. كل تليفون من التليفونات اللي حضرتك شايفهم دولك ليه معايا انا ذكرى، و ذكرته عزيزه عليا يعني. فلذلك توصل تلاقي عندي التليفون من كل حاجه حاجه يعني، في كل تليفون من دولك يعني ليه معايا موقف انا، و حبيبهم جدا جدا بمنتهى الامانه. انا اللي موجود عندي دلوقتي على الاقل بتاع حوالي 2000 تليفون. ال 2000 تليفون من سيمنز لنوكيا لاركاتيل لموتوريلا لساجم لبانوسونيك. التليفون اول تليفون مسكته كان اركاتيل بوكيت. الكلام ده من حوالي 30 سنه يعني تقريبا يعني. من ساعتها بقى وانا حبيت مجال التليفونات، لان ساعه ما شلت التليفون ده بصيت لقيت نفسي انا ايه بغير، يعني ينزل موديل احدث اغير للاحدث اغير للاحدث لحد ما وصلنا لمجموعه التليفونات اللي سيادتكم شايفينها دي. بس ابتديت بقى حبيتها كهوايه يعني. لما دخلت بقى التليفونات اللي هي التاتش والحاجات دي انا للاسف مش حاببها، مش زي التليفونات دي. كل تليفون من دول اجي امسكه في ايدي احس باحساس غريب جدا من ناحيته، يعني حب غريب حاجه كده، مش بحس اني طاير لما ابقى ماسك التليفون، لدرجه ان مش عارف افرط فيهم، عمالين يكتروا 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 ومش عارف افرط فيهم. لما لقيت جماعه اصدقائنا بيبيعوا على النت فابتديت احط كده كعينات، بسم الله ما شاء الله، لقيت مصر كلها ليها ذكريات مع التليفون. ابتديت ابيع في التليفونات، وعرفت ان انا مش ببيع موبايلات، انا ببيع ذكريات للناس، مش ببيع تليفون، ببيع ذكرى جميله لكل واحد ليه تليفون من التليفونات دي استخدمها. اقدم موبايل نوكيا 310، ده اقدم تليفون، ده اللي هو قبل النوكيا البنانا، اللي هو البنانا اللي كان بينزل باب كده بينزل لتحت كده، ده اللي هو قبليه. هي التليفونات دي ما كانش فيها مميزات يعني، ولا كان فيه بلوتوث ولا كان فيه كاميرا، كان عباره عن الو وخلاص يعني. الناس كانت بتستخدمه الو وخلاص. كان ساعتها حتى الدقيقه كانت غاليه مولعه نار، وكان التليفون كان ساعتها كان عامل بتاع حوالي 8000 جنيه او 9000 جنيه في عز الرخص من حوالي 30 سنه. ال 8000 جنيه احسبوهم دلوقتي يعملوا قد ايه مثلا، كانه تليفون ايفون. اغلى موبايل نوكيا 8800 وصل 11000 جنيه. اول ما بمسك التليفون بايدي بحس احساس غريب، يعني برجع لورا 30 سنه، بحس ان انا ماسك عمر، ماسك حاجه كده جميله. اول ما امسك التليفون في ايدي بيفكرني بذكرى مثلا اول مولود ربنا كرمني بيه، يعني بيفكرني بذكريات جميله بصراحه. يعني مثلا عندنا في تليفون اللي هو النوكيا 8800 اللي كان زمان ب 11000، النهارده بيتباع للاسف ب 11000. ال 8800 اللي هو ال 8800 ارت اللي هو الجولد بيتباع النهارده ب 11000، وهو ثمنه زمان كان 11000.